بالنسبة للحصيلة كنعتبر بأن الحصيلة من بين الملاحظات الأساسية اللي قلنا هو أنه أكد عليها السيد الرئيس هو أن المجلس الحالي يشتغل في إطار الاستمرارية. دابا الإخوان كيقدموا حصيلة بمرجعية الأصل برنامج التنمية الجهوي 2022-27 مع العلم أنه مجموعة ديال المشاريع هي كل مجموعة كبيرة من المشاريع كنظن واحد 40 ولا 50 مشروع كلها راه مندمجة في إطار البرنامج ديال التنمية الجهوي 2016-2021 بطبيعة الحال اللي كانت الرئاسة عندها عدالة والتنمية وفيه مجموعة ديال الحلفاء. الوثيقة ما كتبينش فعلا ها ما تم إنجازه في إطار الاستمرارية، يعني فعلا مشاريع اللي كانت الحمد لله معتمدة مؤشر عليها في إطار الاستمرارية في إطار ما تم الاعتماد المجلس السابق. الإخوان بالنسبة لبرنامج التنمية الجهوي الجديد 2017 إخوان قدموا حصيلة فيها جل المشاريع، بقى بعض المشاريع الصغيرة دار الإنجاز ديالها، ما نتكلمش على المشاريع اللي عندها علاقة بالبرامج الوطنية، البرامج ديال الفوارق المزارية، البرامج ديال التزويد ديال المياه الشرب والسقي، هذه كلها استمرارية ديال البرامج الوطنية. وإلا بالنسبة للمشاريع حنا اللي كنا كنقولوا بأنه بعض المشاريع اللي كنقدروا بأن فعلا خص يتم الوتيرة ديال الاشتغال، رفع الوتيرة ديال الاشتغال، يمكن أنا في المداخلة ديالي تكلمت على بعض الأمور اللي خصها تذكر لأن هذه ضمن حصيلة المجلس واللي كانت موضوع نقاش. من ذكرت الموضوع ديال الكراء ديال السيارات لأن كنقدروا بأن فعلا هذا المجلس مني جا من الإجراءات الأولى اللي دار هي الكراء ديال السيارات الفخمة للرؤساء ديال نواب الرئيس ورؤساء اللجان، واش هي في إطار التضحيات السياسية بعض الأطراف اللي متحالفة معهم، واش في إطار أنه يعطيهم وسائل العمل، وخرى وسائل العمل ما كتطلب سيارات من هذا النوع الفخم. وهذه من الإجراءات الأولى مع أنه العلم أصلا هذا موضوع أثير في الصحافة وتيرا داخل المجلس وكان عليه كلام والسيد الرئيس وضح، ولكن كنا كنتصوروا انه من باب الشفافيه مع الراي العام ان يتم ذكره بكامل الوضوح، ها عدد السيارات اللي تكرا وها المبلغ ها من يستفيد. لا يكفي ان نذكر دار انتخاب ديال الرئيس بالعدد ديال المصوتين والرجال واعضاء اللجان، انما الراي العام اللي بغى يعرف واش 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 المال العام هل يتم صرفه في الاوجه ديال الصرف اللي عندها الاولويه اللي كتراعي المصلحه العامه، هذا هو اللي بغى المواطن، ما بغاش يعرف شكون اللي في هذه اللجنه. بالنسبه خلاص تكلمنا على الموضوع ديال الصندوق الجهوي للاستثمار، هذا رصدت له مبالغ مهمه حوالي 750 مليون ديال الدرهم حسب السنوات الثلاث، يبدو انه الحصيله ديالو ما رقاتش الانتظارات اللي كانت في البدايه ديال الاحداث ديال الصندوق دعم مشروع واحد. السيد الرئيس في الجواب ديالو ما قالناش المبلغ ديال الدعم الذي رصد لهذا المشروع، على الاقل في اطار الوضوح، قلنا سيدي هذا الصندوق فيه 750 مليون ديال الدرهم استفاد منه مشروع واحد، ها المبلغ اللي مشى له. احنا ما كنتكلموش على الاثار، المشروع غيخلق 4500 منصب شغل جيد ولكن في اطار الوضوح مع الراي العام. دابا هذا المشروعين لم ينطلق بعد ما علم انه الشعارات اللي كيتكلموا عليها الاخوان ديال المجلس الحالي انهم بغينا ندعموا فعلا الاقاليم اللي جات في الخلف، وحنا متفقين وهذا كان حتى هو من بين الاهداف الاساسيه ديال المجلس السابق ان يدعم الاقاليم ديال السيد قاسم. ولا رجعنا للحصيله ديال المجلس السابق غادي عندنا حصيله مرقمه فيها كل اقليم شحال استفاد، وكنظن في راس الهرم هو الخميسات عاد كيجيو الاقاليم الحضريه من قبيل الرباط. اذا كان الاخوه عندهم رغبه في دعم هذه الاقاليم الخلفيه فهو من بين المشاريع النموذجيه اللي خصها تكون هي هذا الموضوع ديال النواتج الجامعاتيه. كنظن ما كاينش اختلاف ما بين جميع الاطياف السياسيه لا في المجلس السابق ولا في المجلس الحالي، فاذا به كيذكروا الاخوان كمشروعين متعثرين وعلى الاقل يمكن كانت تكون عندهم الشجاعه باش يقولوا ها شكون المشروعين في الوثيقه، لان هذه وثيقه ما كاينش تقول لي انت غير شفويا بان هادو متعثرين في العرض ديالك، في الوثيقه يكون ذكر المشروعين ها شكون هم المشروعين ها علاش هما متعثرين، لانه السيد الوزير المحترم اللي ماشي اول مره يعاكس الجمهور فهو مصر على ان ذاك النواتج الجامعيتي، السيد الرئيس كيتكلم بان باش يتناقش في المجلس الحكومي وخذوا لنا قرار، خذوا قرار بان هاد النواتج الجامعيتي واش الا ما غديروهمش علاش؟ قولوا لنا هل نقط ديال الضعف ديال هذا المشروع؟ هل اعتبارات اللي كتحمل؟ رانا الساكنه ينتظرون
لا ديال الخميس راه سيدي قاسم راه وليداتهم كيتسناو باش فعلا هاد النواسين يتم البناء ديالهم الذي بلغني حتى العقار جهز من طرف سيدي قاسم نفسي طرف خميسات. إذن هذا قرار حكومي يعرقل هاد النواسين في المواطنين يعرفوا رئيس المجلس راه في الجواب ديالو اكد بانه هو دار مراسله باش نكون موضوعيين دار المراسله وتكلم مع السيد الوزير يبدو انه الاشكال صافي على المستوى الحكومي وتما كاين انا بكامل الصراحه ما عنديش شي معطيات وكنستبعد هذه القضيه نظرا لانه فعلا راه هذا مجلس الاصفي ان يحترم القانون وكاينه وزاره الداخليه اللي كتقوم بدور المراقبه وكنستبعد هذا الموضوع ديال المشاريع المهميه. كاين الكلام على انه بعض المشاريع فيها بعض التفرضيات بعض المشاريع يتم انجازها من طرف دابا هادشي الذي يدور انا هادشي الذي يروج انا ما عنديش حق معطيات دقيقه ولكن هذا كلام يتداول في الاروقه ديال المجلس كيتقال بانه بعض المنتخبين يمكن استفادوا من بعض المشاريع بطريقه غير مباشره. حنا كنا قلناها في سؤال قلنا سيدي تضارب المصالح كاينه شبهه عند مجموعه ديال الاخوان يا اما اللي استفادوا شركات عندهم علاقه بمشاريع خصوصا في العالم القروي والاخوان الصحابه انتم يمكن لكم تاكدوا من هذه القضيه يا اما اللي عندهم مناصب اخرى واستافدوا من دعم ديال المجلس الجوي من خلال هذوك المجالات اللي كيشتغلوا فيها. ونذكر هنا المجال الرياضي اللي كيتعرف اللي معروف عليه بانه فعلا جهه خصت مبالغ مهمه لمناطق معينه لمشاريع معينه يمكن تسالوا حول علاش هذيك المشاريع وذاك المناطق ماشي مشاريع منطقه اخرى. اذا هذه الشبهه ديال تضارب المصالح كاينه والكلام يدور يروج داخل المجلس وعند مجموعه المنتخبين خص السيد الرئيس بحال اللي اكدنا سابقا يزيد ياكد بان فعلا هذا الشيء راه ما كاينش وتكون عنده فعلا الوضوح مع الراي العام والا راه الكلام يطرح بقوه. انا ما كنوجهوش الاتهام لشي جهه معينه ولكن هذا كلام في حاجه لان يوضح بالشكل المطلوب. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.